هذا العيد عملت لكم جميع اصناف تقريبا المكونه من العجين. عملنا اول شيء برازه، عملنا كعك مالح حلبي، واليوم راح اعمل لكم اطيب والذ معمول بالعالم. بدي اعمل لكم ثلاث حشوات، اول وحده بدي اعملها بالعجوه بالتمر، وثاني وحده بدي اعمل لكم اياها بالجوز، بدي اعمل لكم كمان كرابيج الفستق. هاي الوصفه غير شكل عن كل الوصفات اللي سمعتوا فيها، ساويتوها من قبل او راح تساووها عن جديد، غير الوصفات اللي شفتوها على السوشيال ميديا كلياتها. ليش؟ عندي كيلو طحين، قربوا اسمعوا. كيلو طحين نخلته، عندي كاستين سمنه، كاسة حليب، كاسة سكر، كاسة زيت. راح تستغربوا، انا من وقت ما بلشت شغل لهذا الموسم العيد عم حط زيت. هذا الزيت بيكون اخف، يعني فيني استبدله، انتم كمان فيكم تستبدلوه بكاسة سمنة. يعني هاليوم عم بستخدم كاستين سمنة، فيني احط ثلاث كاسات سمنة وكنسل الزيت، بس الزيت بيطلع لكم معجناتكم او حلوياتكم اخف. فكرمال هيك انا بختصر كاسة سمنة وبحط بدالها كاسة زيت. عندي معلقة فانيلا ومعلقتين محلب. هلا راح تستغربوا من هذا المكون العجيب، انا اليوم جايب لكم ثلاث بيضات. كثير راح انسال، يمكن هلا راح تكتبوا لي بالتعليقات اول مره بنسمع معمول بنحط له بيض. اي نعم، هي وصفه كثير كثير قديمه، عتيقه كثير. ما قلنا لكم المطبخ السوري عمره 4000 سنه، يعني يمكن هي اول ما تاسس المطبخ السوري عملوا هذا المعمول. راح يطلع كثير طيب، جربوه. يلا خلينا نخلط المكونات مع بعض. تفضل. مثل ما اتفقنا، كيلو طحين، معلقتين محلب، معلقه صغيره فانيلا. انا راح احط لكم المقادير كلياتها بصندوق الوصف. كاسه سكر، نخلط هدول المكونات ببعضهم مثل ما بيقولوا المكونات الجافه، نخلطهم مع بعض شوي. وهلا بننزل بالمكونات السائله. عندي اول شيء رح ننزل السمنه، كاستين سمنة كبار، وانا كمان عم بعطيكم وصفات ما تعذبكم، انه فروك السمنة مع الطحين واستناها لحتى تتجانس وما بعرف شو بتركها ساعة وطالع. لا، مكوناتي انا كلها كلش فوق كلش على قولة اخواننا السعوديين. نخلط الزيت مع السمنة شوي مع الطحين، وهلأ بننزل بالحليب. برجع باكد عليكم، انا اكثر حلوياتي اللي بستخدم فيها الطحين ما بستخدم فيها مي، بستخدم الحليب كماده سائله. بيطلع معي شغله على الشوارب. يا جماعه جربوا وصفاتي، باذن الله باذن الله ببيض وجهكم، باذن الله وجهكم ابيض ان شاء الله، ببيض وجهي معاكم. هلا بعد ما خلطتهم شوي بنزل بالبيض، كمان بخلطهم شوي. هلا مثل ما انا متفقين كل مره، عندكم عجانة عجنوا على العجانة، ما عندكم عجانة فيكم هلا تخلطوهم شوي بايدكم لحتى يتماسك العجين مع بعضه، نفرده على الطاولة ونعجنه. خلطة سهلة، سهلة جدا جدا جدا. شايفين؟ هلا راح اعجنهم شوي على العجانة، العجانة هي بس انه تعطيكم عجينة انعم وبأقل جهد. هاي عجينتي صارت جاهزة، شوفوا على هالعجينة ما احلاها، تاخذ العقل. ننزلها هلا هيك بصينيه، رح تكون قوامها هيك شوي سايحه. هلا بدي مدها بصينيه بحطها بقلب الثلاجه لمده 10 دقائق، مو اكثر من 10 دقائق، ثلاجه مو فريزر. بهال 10 دقائق بكون رجعت ماسكت السمنه بقلبها، مشان نبلش نشكل العجينات. وبهالوقت هذا اللي بدي احطها فيها العجينه بالثلاجه بدنا نتبل مع بعض الفستق الحلبي والجوز. جايب انا جوز مكسر جاهز هالمره، ارتحنا من موضوع تكسيره، كمان الفستق، وعندي كمان معجون التمر كمان مشان نتبله ونجهزه. انت التمر شو بدنا نعمل هلا؟ اول شيء عندي انا تمر جايبه، هذا انا جاهز عندنا هون بالمملكه، عندنا هون بالمملكه العربيه السعوديه بتاخذوا افخر انواع التمر، ان كان معجون وان كان تمر كامل. عندي تقريبا هون شي 200 جرام او 300 جرام، بدي احط عليهم معلقه سمنه كبيره، وبدي احط كمان تقريبا شي نص معلقه هيل مطحون، بيطلع طعمه خرافي. نص معلقه تقريبا عندي هون، انا معلقه حطيت نص، وبنعركهم، بنضل بنعركهم لحتى يصيروا طرايا معنا.
هاي التمرات شايفين شلون صاروا ملمسون ياخذ العقل، هاي التمرات صاروا جاهزين نرجع على الفستق. الفستق انا جايبه اصلا مكسر بس ولكن تكسيرته جاي انصاف، انا لا لسه بدي نعمل شويه الثاني. رح احطهم هيك هوني وبالشوبك امرق عليهم مرور الكيرم، كسرهم شوي الثاني مشان ينعجنوا معي كثير منيح. شايفين اصدقائي هاي حبه الفستق اللي بدي اياها تكون مكسره كثير منيح، يعني مو ناعمه كمان كثير بس مكسره. بدي احط عليهم معلقتين سكر اوكي، وبدي احط لهم غطاوه مع زهر، غطاوه يعني معلقه صغيره خلينا نقول، بس ولكن عايروا بالغطاوه بتجي معكم كثير اوكي. وبدي احط عليهم كمان شي كاسه شاي قطر، خلي قطر عندكم بالبيت على طول جاهز، العيار الكلاسيكي كاستين سكر كاسه مي ورشه ملح الليمون قدر كاسه شاي مشان يتدبق معنا الفستق. بعتقد هيك كثير اوكي، وعلى عرك بدنا نعركهم كثير منيح مثل اذا كانه عم نعجن عجينه لحتى يتشرب القطر معنا كثير منيح ويندمج السكر والماء زهر كله بقلب بعضه. وهيك الفستق دبق معنا، شوفوا بس صار يكمش هيك على بعضه بهالطريقه، هي بتعملوا هيك بس انكمش على بعضه يعني صار اوكي. هلا اجى دور الجوز، الجوز مكسر تكسيرته كثير كثير اوكي، شايفين حبات هيك صغيره ونعومه، بننزلهم كمان بنضيف معلقتين سكر. وهلا هون رح نحط ماء الورد كمان غطاوه، غطاوه هيك صغيره او معلقه صغيره من ماء الورد حطة اوكي. وهلا كمان بنحط قطر كمان شي نص كاسه شاي يعني بحيث انه ندبقهم، حاولوا ما تكتروا مشان ما تطلع معكم العجينه رخوه. كمان بنعجنهم، بنعجنهم كثير كثير منيح مثل ما عملنا بالفستق. بالنسبه للجوز ممكن تضيفوا عليه منكه القرفه، يعني تحطوا له شي ربع معلقه ربع معلقه صغيره قرفه بتعطي نكهه كثير كثير طيبه، بس انا اليوم حابه بدون قرفه اعمله. انتبهتوا شو عملنا؟ هلا هون ممكن نضيف قرفه بيلبق كثير مع الجوز، وحطينا ماء ورد كمان بيلبق كثير مع الجوز، مع الفستق حطينا ماء زهر بيلبق جدا جدا، مع التمر حطينا هيل بيعطيك النكهه الشرقيه النكهه العربيه يعني طعمات اصيله اصيله جدا. عم لكم مطبخ عمره 4000 سنه يا جماعه صدقوني. بعد الدعك المبرح قربوا شوفوا شلون صار دعك كتير كتير مبرح، هلا حتى ينعجنوا ويصيروا بهالقوام، هذا القوام اللي هو هاد هيك بديها. اذا كمشت الحبه طلع معي هيك لزقات ببعضه. هاي حشواتنا صاروا جاهزين، هلا بدنا نبلش نشكل المعمول. اخواتي وصلنا لمرحله تشكيل العجينه، عندي العجينه هون بعد ما حطيتها تقريبا شي نص ساعه بالبراد، هلا انا شوفوا رح اخذ منها كميه ورجع الباقي على البراد مشان ما تصير سائلة معي العجينة بقلبها سمنة، لأنه بكل سهولة شايفين أخذت كمية من العجين، كمية العجين بدها تكون موازية تقريبا لكمية الحشوة، ممكن أكبر شوي، هاي الشغلة بترجع لكم أنتوا تحكموا بالسماكة تبع العجين. في عالم بتحبها سميكة وفي عالم بتحبها رقيقة، أنا بحبها متوسطة يعني لا رقيقة ولا سميكة. شايفين فتحتها مثل إذا كأني عم بفتح كبة وبسكرها كمان بنفس الطريقة كأني عم سكر كبة، بصير معي هالدعبولة هاي حطها هون. بالنسبة للقوالب، القالب المتوفر عندكم كتير اوكي بس ولكن ميزون انه هي فيستو هي جوز، هذا قالب درجة موطه كتير كتير هلا بالسوق كتير نازل، يعني عم شوفه كتير بالسوق بتشوف كتير عالم عم يشتغلوا فيه. تعالوا نجربه سوا. هذا طريقته انه نحط العجينة هون بيكون بقلب الحشوة ومننزل القالب هيك ومنكبس عليه ومنشيل ايدنا بتطلع لحالها، منشيل القالب شوفوا على هالرسمه ما احلاها، سهله وبسيطه. خلينا نعمل وحده فستق على السريع مع بعض، ناخذ كمان كميه عجينه قد كميه الحشوه، اكبر شوي ما بيأثر، نفتحها نفتحها كثير منيح بهالطريقه هاي. شايفين بنحط بقلبها الحشوه هيك، لك شايفين عملت الحشوات انا هيك دعبلتهم بعد ما عجنتهم مشان يسهلوا علي الشغل، ندعبلها هيك نسكر على الاخر. اتفقنا هاد راح اعمله للفستق، حطها بقلب القالب هيك براحة ايدي بكبسها مشان تاخذ المساحة كاملة، مندقها هون هيك طلع معاكم اطيب معمولة بالعالم.
خليني احطها هون لانه بدي اعمل كل صينيه بقلبها نوع. رح اعمل اخر وحده قدامكم واللي هي الجوز. شوف كيف رح نعملها مثل العاده. نفتح العجينه بهالبساطه هاي. شايفين شو عم بعمل؟ ناخذ حبه جوز نحطها بقلبها ومنسكرها بهالطريقه هاي. والله يا جماعه طريقتها كتير كتير سهله. وبالنسبه للعجينه رح اخذ هاي الرسمه للجوز، بعد ما ندعبلها هيك نسكرها على الاخر بنحطها بقلب القالب بهالطريقه هاي. شايفين دقه بسيطه هون تفيق الجيران طبعا. شايفين ما احلاها؟ كمان بنحطها مع خواتها. رح اعمل كل العجينات وكل الحشوات، عبي الصينيين وبرجع لكم. تاخذ معكم شويه وقت بس بيطلع عنكم نتيجه بتاخذ العقل. شو يعني؟ يعني بتجنن. يلا رح اسوي العجينات وارجع لكم. مثل ما قلت لكم رح اخذ كميه ورجع الباقي على الثلاجه على البراد، مو الفريزر على البراد، كرمال تضل معي العجينه ماسكه، عجينه بقلبها سمنه. ايه اخواتي هلا انتم قاعدين عم تعملوا هالمعمولات هيك تفتحوا لكم سيره. انا اول شيء هلا رح اعمل هدول هيك دعابيل حطوا لهم اياهم بقلب الصينيه. هلا معامي وبنتي روان هن بقى بشكلهم بهاي بيقعدوا بيسالوا فيهم، يعني ما بيتاكل همهم. انت عليك بس تعمل العجينه، او انت فينك تعملي العجينه وتجيبي هالوليدات يقعدوا يساعدوك فيهم. شوف 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 يعني في متعه انت عم تعملها، في جدا جدا شيء بخليك انه هيك انت ما بكره عيد بعد بكره عيد. يا سلام، كل عام انتم بالف خير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. شو بدي اقول لكم؟ ادعوا لنا هيك الله يزبط شغلاتنا كلياتنا. قولوا امين يا رب العالمين. حلو 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 انه هيك تشتغلوا شيء تعملوا هيك بايدكم. يعني انا عامل برنامج اسمه مشترات العبد ولا تربايته، ببين فيه هذا البرنامج انه معمول نشتري ولا نساوي بالبيت. يا جماعة والله اذا اشتريناه ممكن يكون شغلة سهلة خلاص تريح راسك، بس وقت بتعملوه بالبيت يا جماعة بركة، هيك بتحسوا ببركته، بتحسوا بريحة، ريحة الماء زهر، ريحة الماء ورد، ريحة الهيل، ريحة العجينة فيها محلب. يا الله كتير كتير شغلة حلوة، ما بعرف انا هيك بحس. يلا احساوي لكم بقية العجينات وبشوفكم بعد ما اخلص. شايفين اخواتي هاي معمولاتنا شبه جاهزة، وعندي كمية الصينية الثانية صارت بالفرنية اللي هي التمر ومعها شوية بالجوز. شوفوا بحط حبة طحين هون بعمل هيك ولا بدها جرابة ولا بدها أي شيء، برجع هدول الطحينات نفسهم هيك. شايفين حط بقى هيك بتاخذ العائلة. بقى يعني عندي تنتين وهي اخر تنتين. هاي اخر وحده لعيونكم. ها هاي اخر وحده، مزحها شوي هيك ومنزلها هون. شوفوا لي هالعجينه، خليني اوقف كرمالكم. شوفوا لي هالعجينات مع طيبون ومع لزهم، كرابيش فستو وكرابيش زوز، وعندنا هونيك كمان معمول بعجوه. ريحتهم ريحة الفرن شي بياخذ العين. وعلى الطاوله فتحت احاديث، ما خلينا حدا الا ما سلينا عليه. الله يعفو عنا بهالشهر الكريم. واكيد الطحينات هلا عم بشتغل بالطحين. يلا خلينا نفرط حاله هي ونطلعه من الفرن. عندي فرن درجه حرارته 180. انا عماد بشوي الوجه اول مشان ما تحترق او ما تنتزع معاي الرسمه. بشوي الوجه اول شيء بسيط وبعدين بنزل تحت بكفيه على مخبز. هيك بيطلعوا معكم معمولات سوبر سوبر بيرفكت. يلا احرق اخبزهم ونرجع لكم على طول. وهيك بكوننا خلصنا وصفتنا لليوم. شوفوا لي على هالمعمول، بالله عليكم هي بالتمر وهي بالجوز وهي بالفستو. شايفين على هالطبعه؟ تفضل شوفوا شغلة على الشوارع. واليوم
خلصت التصوير بعد ما أذن الفجر. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بس ولكن صح ما رح أقدر دو بس ولكن الكاميرا هي اللي رح تدوقكم. شوفوا لي هالمال، شوفوا لي هالمال، وهي بالزوز يا السلام، وهي بالفستو. بالله عليكم مو ذهب؟ ذهب. أنا اليوم عملت لكم بدل المعمول ذهب، عجينتي بسيطة سهلة ما فيها جدا جدا معين. خسروا إيدكم من موضوع التعقيدات، فروك السمنة والطحين والعجين وتحطوا تشيل أبدا. كل ما حطيناهم بقلبك خلطناهم طلع لنا أفضل وأحلى عجينة. والفستو، التمر، الجوز، وصفة جدا جدا سهلة. تاخذوها من الشيف عمر، جربوها والله قسما بالله رح تدعوا لي عليها، وإذن الله بتدعوا لي. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، يعني حطوا إعجاب، هي كبسة الإعجاب هي أول وحدة، جنب هون الشير ادوس عليها ياخذكم. روح على الواتساب، الواتساب على المجموعات، كل مجموعاتكم شيروا لي إياها، بدنا مشتركين أكثر. وأنت اللي عم تشوف الفيديو لسه ما أنت مشترك، هي كبسة الاشتراك، كليك تحت، كليك بس عليها بيطلع لك اشتراك بالقناة، وفعل زر الجرس. كان معكم أخوكم الشيف عماد، وبشوفكم بكرة. عم بعملكم عيار بياخد العقل، سهل وبسيط جدا جدا جدا، يلي هو البيتي فور. عملكم أكل بيتي فور بتاخد العقل. استنوني بكرة، بشوفكم في فيديو بكرة. سلام.